أهلا بكم مدرس جديد من دورة تطبيق لغة الإشارة، وذلك باستخدام التعلم العميق Deep Learning بواسطة الذكاء الصناعي Artificial Intelligence. وقمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام برسم الكونتور ومحيط اليد، وذلك البيان ما سوف نقوم بفصله وسوف نقوم بعرضه، وذلك بطريقة ثنائية باينري بالأبيض والأسود أصبحت بهذا الشكل. ممتاز. ونرى هنا كيف أنه ينبغي علينا القيام بجعل الخلفية غامقة قدر الإمكان والقيام بتسليط الإضاءة وذلك على اليد لكي نستطيع القيام بالفصل بشكل الأمثل. وهنا سوف نقوم بالاهتمام بالتفاصيل. فعلى سبيل المثال، عندما نقوم بإنشاء background نحتاج إلى القيام باستخدام الفريمز الثلاثية الأولية من أجل القيام بتوليدها باستخدام accumulation function بهذا الشكل. ولكن إذا قمنا مثلا بوضع اليد بشكل مباشر على المنطقة المحددة فسوف يقوم باعتبارها جزء من الخلفية بهذا الشكل. لذلك علينا مثلا القيام بإظهار عبارة تعريفية من أجل إعلام المستخدم أنه يقوم بالتحميل ويقوم بالتهيئة. فمثلا يعني أقوم بكتابتها في هذا المكان، فسوف نقول مثلا CV2 put text وذلك على هذه الفريم الأساسية. وهنا سوف نقول مثلا loading مثلا مبدئيا عند الأحداثيات 50-50. وهنا سوف نقوم باستخدام الفونت ليكون وحجم الخط ليكون 1.5. وبالنسبة للون سوف نقوم بجعلها باللون الأبيض، ومثلا بالنسبة لعرض الخط لنقول 3. لنرى. تمام. فنرى هنا كيف يقوم بإضافتها بهذا الشكل. لنقول مثلا 280 وهذه 200. فالآن إلى حد ما لدينا تغذية راجعة وفيدباك لأجل القيام بالاستعلام عن آلية عمل هذا الابليكيشن. والآن سوف أسعى مثلا إلى القيام بتوليد هذه الداتا سيت نسبة إلى هذه الصور. فمثلا أحتاج إلى القيام بتعريف متحول للتعبير عن الإيماءة، وسوف نقوم بالاهتمام بالأرقام بسهولتها. فهنا سوف نقول مثلا digit القيمة الافتراضية تساوي 0. وإذا قلنا مثلا قم هنا بطباعتها بشكل أساسي فنقول هنا CV2، يعني مثلا نقوم بالاستعانة بهذا التابع. وهنا سوف نقول مثلا قم بإظهار هذه الديجيت فنقول gesture، وهنا نقوم بإظهارها مثلا بهذا الشكل. وسوف أقوم بوضعها ليكون في مكان 70-45. وهنا سوف نقول مثلا 1 حجم الخط. لنرى. نراها بهذا الشكل، يعني مثلا أقوم بجعلها 2 وأقوم بالتعديل على مكانها لنقول مثلا 60. وسوف أقوم بجعلها أسفل هذا المستطيل وهذه المنطقة فنقول مثلا 350. لنرى. ممتاز. والآن سوف أسعى للقيام بتعديلها. عندما نقوم بالضغط على زر معين وسوف أقوم بالتعديل على هذه القيمة، فدعوني هنا نقول على سبيل المثال في حال كانت هذه الكي مساوية إلى زر إنتر وهو قيمته 13، أو هنا قم بالتعديل على ديجيت زائد 1، أو أن نقول مثلا تساوي ديجيت زائد 1 باقي القسمة على 6 من أجل القيام بجعل القيم محصورة بين 0 و5 وهي أصابع اليد. لنرى. ممتاز. فنرى هنا كيف نقوم بالتعديل على القيمة وذلك عندما نقوم بالضغط على زر انتر. الآن سوف أقوم بتخزين هذه الصور وهذه الفريمز كداتا سيت وذلك في مكان معين. دعني أقوم بإنشاء لوكيشن. سوف أقوم بإنشائه في CMD مثلا عند الدي، وذلك قم مثلا بإنشاء جيستشر، قم مثلا بالذهاب إلي، وبعدها أقوم بإنشاء مثلا train. وهنا سوف أقوم بإنشاء مجلدات نسبة إلى رمز هذه الإيماءة إما أن تكون 0 أو 1 2 3 4 5. وهنا سوف نقول مثلا الآن إذا قلنا مثلا بالاستعلام عنها فسوف نراها بهذا الشكل. نرى هنا كيف قمنا بإنشاء هذه المجلدات ولكنها الآن نراها فارغة. جيد جدا. الآن إذا أردنا مثلا القيام بحفظها فهنا علينا القيام بإنشاء متحول يعبر عن عدد هذه الصور الملتقطة. مثلا سوف نقول sample number القيمة الأولية تساوي 0. من ثم سوف نقول مثلا عندما نقوم بالضغط على كي معين قم بالتقاط هذه الصورة، وسوف أقوم بإنشائها في هذا المكان، أي عندما نكون متأكدين أن هناك يد في هذا المربع الذي قمنا بتحديده. فهنا
إذا قمنا بوضع هذه مثلا بداية في هذا المكان، وهنا أردنا القيام بالاستعلام عنها، فإذا كانت مساوية للسبيس دعنا يقوم بالاستعلام عن مكان السبيس. فإذا قلنا space equal فقيمته أعتقد مساوية 49. تعالوا نرى، فهنا قم مثلا بطباعة عبارة معينة فقط التأكد من عملها، فسوف نقول مثلا I there. لنرى ربما هناك إشكالية من ناحية التعرف على هذا الكود، لا نقوم بكتابتها بطريقة مغايرة، فنقول order ونقول هنا space. لنرى تمام، فعليا نقوم بكتابتها والتعرف عليها. لذلك سوف نقوم مثلا بالتعديل على مكانها، وسوف نقول مثلا قم هنا بكتابة عد هذه الفريمز والتي هي sample number هنا، ومن ثم سوف نقول على سبيل المثال gesture، وهنا نقوم بإضافتها في هذا المكان بهذا الشكل. وبالنسبة للإحداثيات سوف نقول مثلا لتكون 70 45. تمام، لنرى ممتاز. وإذا قلنا مثلا قم هنا بالتعديل على هذه السامبو في كل مرة نقوم بالتقاط صورة، فهنا سوف نقول مثلا سامبو زائد تساوي الواحد. وبعدها إذا قلنا هنا CV2 من أجل القيام بالحفظ image write وذلك في مسار معين، سوف نقول هنا D ومن ثم gesture وبعدها frame، ومن ثم نقوم بإضافة الاسم الخاص بها نسبة للديجيت، فنقول هنا string الخاص بالديجيت وإلى السامبل الخاص بها. فمثلا وبعدها نقوم بحفظها بصيغة مثلا JPG بهذا الشكل، ونقول هنا قم بجلب هذه الصورة والتي هي Region of Interest Process. جيد جدا. لنرى هناك إشكالية دعنا نتأكد، فهنا ينبغي علينا القيام بإضافة زائد، وهنا أيضا لنرى جيد جدا. فمثلا إذا أردنا القيام بتسجيل إيماءة الخاصة بالرقم 0 فسوف نقوم بالضغط على space ونقوم بالحفظ. فالآن إذا قلنا مثلا بالذهاب إلى الصور سوف نراها بهذا الشكل، ونرى هناك كيف يقوم بإضافة الديجيت ومن ثم رقم السامبل. ممتاز. إذا قلنا مثلا في كل مرة عندما نقوم بالانتقال إلى ديجيت معينة قم هنا بالتعديل على السامبل وأقوم بجعلها مساوية للصفر. فإذا قمنا مثلا بالضغط على Enter للتعديل على الديجيت فهذه يقوم بتصفيرها. لنرى الآن نقوم فعليا بأخذ العينات الخاصة بالإيماء رقم 1، ونستطيع القيام باختيار العدد المناسب للصور التي نريدها، وكذلك بالنسبة لبقية العينات. لنرى الآن الصور، إذا قمنا بالذهاب إلى المجلد رقم 1 فنرى هذه العينات. ممتاز. إذا بهذا الشكل نستطيع القيام بتوليد الداتا التي نريدها، وذلك من أجل القيام بتهيئتها لتدريب موجل وبنائه بالتعلم العميق والذكاء الصناعي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.